ناشد اليوم السيد دولة رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني، وكذلك رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ونناشد على رأسهم المرجعية الشريفة في النجف الأشرف وكذلك في مدينة كربلاء المقدسة للوقوف مع ساكني مجمع جامع أم طول الذين يتعرضون للتهجير القسري، وهذا كله من فعل رئاسة ديوان الوقف السني. احنا مسد 2014 ساكنين في جامع أم طول، احنا وعوائلنا، وعندنا عوائل هنا ذوي احتياجات الخاصة وعوائل الشهداء وعوائل الجرحى ومن جميع المكونات اللي موجودين هنا ساكنين. يوم من الأيام أخذنا موافقة من السيد رئيس الوقف اللي الأسبق اللي كان دكتور سعد كمبش الذي وفاه الأجل رحمة الله عليه، قال أسوي لكم عقود ووصولات، ودفعنا وصولات بالاستثمار، وإحنا ساكنين سكن رسمي أصولي، نعم ننطي إيجار بالشهر 100,000 دينار، وعدنا وصولات وعدنا عقود ثابتة وقانونية، ما مخالفين للقانون نهائيا في أي موضوع إن كان. شو ما حسينا صارت علينا هجمة شرسة، جت علينا القانونية مع القوة الماسكة الموجودة بالمنطقة بأمر قضائي، الكل يخلون المجمع ينطوك انذار شهر. والله احنا مطالبنا انه الشقق ما ياخذوها، يعني الوقف السني ما يرضون على العوائل انه يعني وين تتهجر وين تروح، احنا كنا ناس مهجرين. انا بالنسبة لي ما عندي لا معين ولا عندي راتب، وعندي 9 نفرات برقبتي، يعني واشتغل اخبز ومعيشتهم. طلاب المجمع اللي هنا تأذوا بسبب عبور الشارع وصارت حوادث لهم، صارت حوادث لهم، ففتحنا مدرسة الوقف السني اللي هو يعني هو اللي مسؤول عنه، باع القاع مات المدرسة استثمار، فاللي راح تتفلش القاع، يعني المدرسة كلها راح تتفلش. معلش مثل ما فتحتوا بوابكم للبنان واستقبلتونا أحلى استقبال، كمان نحن هون أهل بلد، يعني المفروض إنه يطلعوا علينا ويساعدونا، مو يعني يطردونا طرد، وعم يطردوا العوائل من البيوت تقليعة بيقلعوها. من بده يطلعكم منا؟ الوقف السني عم يدقوا على الابواب ويكسروها ويطلعوا، في بعض عوائل طالعوها هيك.